مع الأسف إن للأسف تواجد المعاندين للجمهورية الإسلامية في العراق وفي الخصوص في شمال العراق وتواجد العناصر الإسرائيلية في كردستان كلمنا وتكلمنا تكرارا ومرارا مع المسؤولين المحليين في كردستان إنه إن أنهوا هذا التواجد لهذه القوات الإسرائيلية التي تخل في أمن الجمهورية الإسلامية، وإلا الجمهورية الإسلامية هي التي تتدخل وتنهي هذا التواجد. مثلا الشخص الذي نفذ العمل الإرهابي بحق العالم النووي الإيراني فخري زادة كان متدربا على يد القوات الإسرائيلية في كردستان، ونحن نعتقد إن كانت معلومات حول هذا الموضوع لدى المسؤولين والسلطات المحلية في كردستان لأوقفوا هذا العمل، ولكن لعدم معرفة هذه المعلومات للمسؤولين في كردستان مع الأسف نفذت هذه الجريمة الإرهابية. الجمهورية الإسلامية لحفظ أمنها واستقرارها لابد أن تجيب على هذه الأعمال الإرهابية. نحن لدينا علاقات واسعة مع الحكومة المحلية في كردستان، ونحن عند دخول داعش إلى العراق وعلى أشراف أربيل حوالي 30 كيلومتر عن أربيل، نحن أول من ذهب إلى أربيل، وكذلك وأنا كنت شخصا مع السفير الحالي في أربيل عندما كان أهالي أربيل يخرجون من المدينة، ونحن من وقفنا بوجه داعش، وكذلك كانت القنصليات والبعثات الدبلوماسية كانت على أبواب القنصلية الإيرانية في أربيل للخروج إلى بلادهم عبر الجمهورية الإسلامية. نحن وقفنا بكل قوانا لحفظ أمن العراق وكذلك أمن أربيل وكردستان، وأعطينا شهداء لتحرير كل المناطق ومنها أربيل، ونحن من أجل تحرير العراق من داعش أعطينا 60 شهيدا وعلى رأسهم الشهيد القائد حاج قاسم سليماني. نحن كنا في جانب القوات العسكرية العراقية في كل المناطق والجبهات، واليوم لا أحد يقدر أن يتهمنا أنه بضرب مركز للفساد ومركز الإرهاب في أربيل أنه زعزعنا الأمن في العراق، واليوم نرى أن الأمريكان يطيرون بطيرانهم من الأراضي العراقية ويضربون المعسكرات العراقية 20 معسكرا عراقيا، لا يخلون بالأمن العراقي ولا توجد مشكلة لأمن العراق، ولكن الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تضرب وكر الفساد والإرهاب ومحل تواجد القوات الإرهابية الإسرائيلية، هل هذا مخل في أمن العراق؟ أعلنا سابقا لدول الجوار التي لا تقدر على السيطرة على المجموعات الإرهابية نحن نعالجها بنفسنا، وأنا اليوم أتساءل هل الجمهورية الإسلامية إذا هيئت البيئة لمخالفين العراق أو مخالفين الكرد وتعطيهم أماكن ومعسكرات في العراق معسكرات في إيران، ما هو موقف الحكومة العراقية؟ هل يتحملون هذا الأمر؟ نحن بلدين شقيقين وجارين، ونحن نعتبر أمننا أمن العراق واستقلالنا استقلال العراق، والعكس من هذا، وتطور العراق تطورنا، ونحن نعتبر العراق بيتنا الثاني وكذلك إيران البيت الثاني للعراقيين، ونحن في كل المواطن كنا في جانب العراق، وإلى الأخير نكون بجانب العراق.